لاباس عليكم، مش اخباركم؟ رحت طولت عليكم شحال هادي ما درت شي فيديو، واليوم جيتكم بواحد الفيديو زوين سهل بزاف، كنتمنى انه يكون يعجبكم. بالنسبه للمقادير كما كتشوفي عندي هنا جوج دجاجات، عندي جوج بسلات، جوج ربعه ديال البطاطات بقشور ديالهم، نديرهم بقشور ديالهم. عندي هنا حامض، سكينجبير طري، وكذلك ثومة. عندي هنايا الأعشاب المنسمة كما كتشوفوا، عندي هنا سوليس، هذه مطيشة ديال الحك اللي كتكون خفيفة. عندي الإبزار، عندي هنايا ما عرفتكمش تكونوا تعرفوه، لاموطارد بالعسل، وهذا زوين بزاف. هانتوما هادي هي السميه ديالو اللي بغا يشريه ولا شي حاجه، ولا ما كانش ماشي مشكل. الملحه ولا موطارد عاديه، وعندي زيت الزيتون كذلك، اي زيت يعني عندكم، ولا الزبده حتى هي مزيانه. ودابا غادي نبداو على بركه الله لاصوص ديالنا، بقاو معايا. بالنسبه للطنجره ولا الكبسه ديال الفرن اللي غتدخل، انا غنديرها هذه فقط، يعني ما عندكمش ديروا اي طبسه اللي كيدخل الفران. هنا فاش غندير لاصوص وغندير كلشي، بقاو معايا. وي كيما كتشوفوا دابا ضفت لاصوص طوماط، معلقه كبيره ديال لاموطارد، معلقه كبيره ديال لاموطارد ديال العسل، وملحة، الابزار على حسب الذوق، ثومة، وسكينجبير ايضا، والاعشاب المنسمة. غادي ندير حامضة نعصرها فوق من هادشي الخليط كامل، وكذلك غادي نضيف زيت زيتون ونخلط هادشي مزيان 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 كما كتشوفوا. ومن بعد ما غادي نخلط هادشي غادي ندير الدجاجات ديالنا، غنشرملهم مزيان وغنخليهم واحد ربع ساعة وارجع، وغادي نقطع فوق منهم بصله كما كتشوفوا. البصله نقطعها مربعات كبار باش كيجيو زوينين، يعني ما خصكمش تقطعوهم صغار، كبارين وصافي. وغادي نديرهم فوق الدجاج ديالي، ومن بعد غادي نقطع بطاطا بالقشور ديالها كذلك حتى هي مربعات كبار وصافي. ودابا غادي نديرهم ايضا فوق هذا، وزيدوا شويه ديال الاعشاب المنسمه فوق الدجاج ديالكم الا بغيتوا وصافي. من بعد ديرهم على 200 درجه ديال الحراره على حسب الفران ديالكم. غندير الالومنيوم بعد ما غادي يطيبوا، غنحيد الالومنيوم، ومن غنحيدو غنخليهم يتحمروا. هانتوما كما كتشوفوا كيجي رائع جدا جدا، أكلة خفيفة وسريعة، يعني ساعة ديال طياب ديال الدجاج. شوفوا كيفاش كيجي وار، وبصحة وراحة. وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف، وباي باي عليكم. وما تنساوش ديروا لي ابوني ولايك وتعليق.